مباراة جميلة ربع نهائي انتهت للأسف بإقصاء المنتخب الدور. أشنو تقدر تقول على هذا اللقاء والمسيرة اللي طبعت مع المنتخب المغربي؟ صراحة يعني كانت واحد الخيبة أمل اللي صابتنا كاملين. أنا شفت المباراة فاش كنت باقي في الجيري، والحمد لله ملي تخرج بضربات الجزاء كان تكافؤ كبير ما بين المنتخبين، كانت عوامل اللي أثرت على المباراة، ولكن الحمد لله كتبقى هذه كرة القدم وكانت روح رياضية. نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب في الروح الرياضية، ربما هي الأجمل في الفعل بالفعل بالفعل الاحترام ديال المدربين بالفعل عطاو صورة طيبة. لا كانوا في يعني في استديوهات التحليلية كانوا كاملين كيستقبلوا ضيوف جزائرية ومغربية، نفس الشيء لقيته في الجيري صراحة. ثم داكشي اللي وقع مور المباراة ما بين اللاعبين وذكر الروح الرياضية كانت هي أهم ميساج تعطات في هذيك المباراة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.